والذباب هو كل حشرة تشابه الذباب المعروف عندنا، ولا يعني في الذباب أنه الذباب المعروف عندنا، بل يشمل حتى النحل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الذباب كله في النار إلا النحل. وإنما كان الذباب في النار من باب تعذيب أهل النار، نسأل الله العافية. هذا لا ينافي عدل الله عز وجل، فلا يعني أن هذا الذباب يتعذب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: الشمس والقمر يكوران في النار، يلفان مثل الكرة ثم يقذفان في النار، زيادة في تعذيب أهلها وتبكيتا لهم حينما عبدوهما من دون الله عز وجل. لكن لا يعني أنها تتضرر خزنة النار، ليس هذا من باب الظلم، وليس هناك ما يدل على أن هذا الذباب يعذب كذلك. وذلك لأن الذباب إذا انتشر بعضه في بعض الأزمنة أو في بعض الأحوال ساء ابن آدم وتأذى منه. ويحمد الله عز وجل أن عمر الذباب ليس بذلك العمر الطويل، يقولون إنه لا يتجاوز 40 يوما أو أسبوعين ثم يهلك، وإلا لو بقي لحصلت أضرار لا تحصى، فهذا من لطف الله عز وجل. والذباب تحدث عنه ابن حجر رحمه الله في الفتح عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وقد ذكر رحمه الله فيما ذكر أن فضلته إذا وقعت على شيء أبيض صارت أسودا، وإذا وقعت على شيء أسود صار أبيضا. والحديث عنه في الفتح طويل.